السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم يا كريم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد الله من سؤال بريء، وهذه المرة سؤال من الشيخ أحمد سلمان. قبل أن نطرح السؤال وقبل أن نترككم مع الاتصال، أقول تصوروا برنامج الحاج وعد الله من سؤال بريء وفيه الشيخ أحمد سلمان، كم أنا سعيد بهذا الاتصال وبهذا اللقاء وبهذه اللقاءات المتجددة مع الشيخ أحمد سلمان. وهذا شيء بالتأكيد يحسب للحاج وعد اللامي. دائما ما يحرص الحاج وعد اللامي أنه يلم شمل الشيعة، الشيعة دائما ما يحرص الحاج وعد اللامي أن يلم أو يلوم شملهم في برنامج سؤال بريء. فدائما ما يستضيف الأخ أو الأستاذ عقيل العراقي، أيضا الشيخ أحمد الإمامي، الشيخ أحمد سلمان، نعم، السيد ميثم الموسوي. فنلاحظ أنه دائما ما يحب أنه يلم شمل الشيعة وعلماء ومحاور الشيعة، وإن شاء الله الكل يحذو حذو الحاج وعد اللامي. هناك اختلافات منهجية، لكن الأصل هي ولاية محمد وآل محمد وولاية علي بن أبي طالب. يجب علينا أن نتمسك بهذا الأصل ونترك القشور. ممكن تختلف مع منهج، ممكن تختلف مع شخص، لكن اتركه وركز على هدفك الأساسي. إن شاء الله مثل ما قلت، السؤال من الشيخ أحمد سلمان أنه حادثة هجوم القوم على دار السيدة الزهراء عليه السلام، هناك سند واحد وروايات متضاربة، هناك من حذف من علمائكم، وهناك من بدل، وهناك من سكت، وهناك وهناك وهناك. الشيخ أحمد سلمان يسأل سؤال مباشر: لماذا هذه الخيانة العلمية إن لم نقل الفسق وأيضا الفجور في الخصومة؟ نترككم إن شاء الله مع هذا السؤال. وكيف أجاب الوهابي؟ أجاب باللعن والسب والاستهزاء من الحاج وعد اللامي. نستمع مبدئيا. الشيخ أبو سلطان عندنا، والشيخ والأخ من المغرب والأخ من تركيا. خلي أخذ من أول شيء من المغرب. من معي من المغرب؟ السلام عليكم. لكم السلام. من معي؟ إبراهيم من المغرب. تفضل إبراهيم. يا حج وعد، يعني لو 30 مرة أشوفك ما أنت خائف؟ خائف؟ والله يعني حتى ما أعرفك حتى خاف منك، غير كون أخاف من واحد أعرفه. وش مدري نتكلم إبراهيم منه؟ دعني أطرح سؤالي. هو أنت منه أخاف منك؟ إبراهيم منه غير أعرف وهاب؟ 130 مرة أتصل بك وترفض مكالمتي. يا أخي، الآن الأخ علي كان معنا وانقطع الأخ علي، وصار له 130 مرة. طيب عندي تعقيب. يلا دحكي، تفضل جاوب. أولا أقول يعني بما كائن الحوار بين السنة والشيعة، ويكون التلبيس والتلبيس من السنة والشيعة، يعني يكون التلبيس والتلبيس ذلك من الجانب. صوتك مو واضح. نعم صوتك مو واضح. أنت وين؟ برا وين؟ بالشارع؟ والآن انت وين الان؟ وين تتكلم؟ من الشارع؟ من الشارع. لا يا بد، صير على جنب. ما اعرف صوت سيارات. انا جنب الان. يلا احكي. اسمعني. اسمعك. هي قلت لنا دائما الحوار بين السنة والشيعة يكون بالتلبيس والتدليس من الطرف الشيعي، يعني يجب ان يكون الحوار نظيفا من الافتراءات ومن الآراء الشاذة التي ولعت بها أنت والإمامي، وأستغفر الله من ذكر اسمه، وضيعتم عقل الناس على هذه القناة سنة وشيعة. لما؟ الآن السنة انتفضوا، الآن أنت متضايق لأنه عندنا سنة ينتفضون. هذا الأخ محمود الآن صوب لكم سهما ووافق سماحته. أصبر. وانت ما لا صوت لا علم لا منطق، ايش بيه؟ لا خط انترنت. الان الاخ محمود صوب لكم سهما لانه وافق سماحه الشيخ، ووالله لو تاملتم بقولي عن الامام احمد، هو سني، قال لو ان الامام احمد وجد مطعنا في السند لما اضطر الى تحوير الكلمات.
شوف شو النقطة ذكية منتبه سماعة الشيخ أحمد سلمان، يلا اتفضل جاوب السني، جاوب السني، السني جاوبه. أجيبكم كلكم حج زين، ما تعود من اسم شيخ أحمد سلمان ولا من اسمك، بس من اسمي. هاي رحمة من الله. هاي زين، يلا تفضل. اولا هذا شاهدته الى فيديوهات يعني على المواقع التواصل، هذا ليش لا حول ولا قوه الا بالله. شوف اخواني، ترك السؤال وكلب لي باحمد الامام وكلب لي بالفيديوهات. يا اخوان ارسلوا لنا عالم بالله عليك، والله والله تعبنا. يعني معقول انتم يا اخي عندنا سؤال علمي، يا بعد روحي، يا بعد شبدي، يا بعد شلاوي، يا نور عيني. السؤال هو، هي رواية وهي حادثة، ليش بهذا الكتاب شيء والثاني زور؟ ممكن بعد 100 سنة ما نلقى الكتاب أساسا، كل الكتاب تبلعوه. السؤال، سؤال الشيخ، لماذا فعلتم هذا الأمر؟ يرايح لي على الفيديوهات ورايح لي على، تفضل جاوب، راح أعطيك فرصة. أنت لم تعطيني فرصة بالمناسبة. يقول الله تعالى في القرآن: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بعصم، وأستغفر الله من مرتكبين. راح العائشة. شوفوا إخوان، راح العائشة. بالله عليكم إيش دخل، إيش دخل العائشة بموضوعنا؟ بالله عليك يا أخي، يا أخي والله تدري الآن شنو معناه الموضوع اللي طرحه الشيخ؟ قاتل لكم، مدمر. ولا انت ايش دخل عاش الان بوضعنا احنا؟ لا تمسكوا بعصم الكوافر، والنبي بقى عاش وعاش مكافره خير ان شاء الله. مين ايش فيك انت؟ مشاهد برنامج ثاني ايش فيك اخونا؟ يا حبيبنا راح اعطيك اخر فرصه. الله اكبر يا ربي، اللهم افرغ علينا صبرا يا الله. يا ابن عمي يا حبيبي، حادثه هجوم حرق لبيت النبي وموجودة بنت النبي الزهراء. سؤال الشيخ، لماذا هنا شيء وهنا شيء وهنا شيء وكلهم أئمة كبار، لماذا تزورون؟ تفضل جاوب. دعني أتحدث. أوه. تفضل. أنا أولا أنا أريد أن أسأل الإمام، لأني صراحة لا أعتبرك حتى من العقلاء، لا أعتبرك من العلماء. طيب أشكرك إخواني، يقول لا أعتبرك من العقلاء. زين، إذا تعتبرني من المجانين، أنت فسر لي إذا واحد مجنون وتتصل تضرب على رقم الهاتف وتكلمه، يعني أنت مجنون ونص، لأن المجنون هو 130 مرة، يعني 130 مرة اتصل. إيه أحسنت الشيخ، ذكرني والله. يعني أنت شوف، مين المجنون 130 مرة علشان تتكلم لك ويا مجنون؟ لا عاد أنت شنو من عقل شايل؟ لا حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتوا على عجالة شديدة أقول أن الوهابي يقول أنت يا حاج وعد الله متخاف مني، أنا اتصلت عليك 130 مرة لكن أنت تخاف من اسمي، اسمي يرعبك، اسمي يدمرك. إذا كنت أنت شخص تمتلك هذه المعلومات وتقول أن الحاج وعد الله يخاف مني ويخاف مني، لماذا لا تجيب وتكلف نفسك أن تجيب على سؤال الشيخ أحمد سلمان؟ إنما ينتقل إلى موضوع آخر ويقول أنكم تحرفون الروايات وأنكم تقولون بأشياء غير موجودة، وبالتأكيد يذكر الشيخ أحمد الإمامي ويتعوذ بالله لأنه ذكر الشيخ أحمد الإمامي، ويقول اتركوا هذه الروايات واتركوا هذه الآراء الشاذة. أحمد الإمامي أعوذ بالله من ما هذا؟ ولماذا هذا الموضوع؟ سؤال بسيط، نريد إجابة فقط لا أكثر ولا أقل. لماذا هذا التشتيت؟ دائما ما أعيد وأكرر أنه برنامج الحاج وعد الإمامي هو برنامج أكاديمي، برنامج يحترم الطرف الآخر، لكن لماذا الطرف الآخر لا يحترم نفسه؟ الحاج وعد الإمامي بكل أدب واحترام يقدمه ويقول له أنت مجنون، أنت مجنون تخاف مني، وأنت شخص غير عاقل، وأنت شخص، وأنت شخص بتجاوزات الوهابية التي دائما ما أسلط الله عليها بقناة خواطر فكري. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو فيديو آخر وملخص آخر وسؤال من الشيخ أحمد سلمان الذي أرق الوهابية في بث يوم أمس لدرجة وكالعادة يخرجون من الموضوع. وختاما الوهابي يقول لماذا القرآن يأمر الرسول أنه لا يمسك بعصم الكوافر، وهنا عائشة
ما دخل عائشة، ما دخل عمر، ما دخل أبو بكر، ما دخل الحاج وعد والسيد ميثم والشيخ أحمد سلمان، يسألوا عن الأمانة العلمية التي خانها علمائك، فلماذا لا تجيب على هذا السؤال بالضبط؟ وختاما أقول إن شاء الله الكل حذو الحاج وعد اللامي بلم شمل محاوري ومشايخ الشيعة في برنامج سؤال بريء، وترك الخلافات التي لا تجني لنا نحن الشباب إلا التشتت. نرجع إن شاء الله في فيديوهات قادمة، إلى ذلك الحين انتظرونا. خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.